عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الاحوال طيبه، العائله، الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما نلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد وموضوع جديد. كيف ما باين لكم العنوان لتحت، اليوم غادي نهضروا على موضوع جديد اللي هو انواع البشره، وكل واحد فينا خصو يتعرف على النوع ديال البشره ديالو. ندوزو اول سؤال غادي يطيح لكم في بالكم، علاش غادي نتعرفوا على النوع ديال البشره ديالنا؟ البشره ديال الانسان كتختلف من واحد لواحد، حتى ولو يكونوا من نفس الاسره ولو يكونوا توام. كل واحد عنده الخصائص الخاصه بالبشره ديالو اللي كتاثر بطبيعه الحال وكتغير، سواء تزاديتي بواحد النوع ديال البشره ومع الظروف ومع الجو ومع التغييرات ضروري ما غادي تنوع، غادي تغير البشره ديالك عفوا لنوع واحد اخر. كيف ما قلت لكم غادي تطرح لكم السؤال، علاش غادي نتعرفوا على النوع ديال البشره ديالنا؟ باش نعرفوا الطريقه ديال التعامل ديالنا معها. كيف ما كتعرفوا البشره كتختلف من شخص لاخر، يعني حتى التعامل كيختلف من شخص لاخر. لي ماسك اللي غينفعوني انا ما غاديش ينفعوك انت وما غاديش ينفعوك انت، ولو نكونوا خوت ولو نكونوا من نفس الاب والام ولو نكونوا حتى توام. داكشي باش كل واحد فينا خصو يتعرف على النوع ديال البشره ديالو باش يعرف يتعامل معها، سواء في الطريقه ديال التنظيف او لا في الطريقه ديال العنايه، ولا حتى في الطريقه اللي غادي نديروا بها الوصفات سواء كانت طبيعيه او لا برودويات اللي غادي ناخذهم من عند البارافارماسي ولا الفارماسيان او لا من الماكياج اللي كنتقداو من عنده. ندوزو نعرفوا الانواع ديال البشره. البشره ديالنا كاين 5 ديال الانواع ديال البشره. اول حاجه غادي نبداو بها هي البشره الجافه. البشره الجافه غالبا ما كتكون في الملمس ديالها حرشه او لا خشنه، وكيكونوا فيها قشور، يعني الا لمستيها غير هكا ولا شي مرات كيبانوا حتى بالعين في المراه، كيبانوا عندنا قشور بيضاء على المستوى فوق البشره ديالنا. هي دغيه سريعه الجفاف، يعني اون فوا تصل وجهك ما يحتاجش تمسحو دغيه كيمتص وكينشف. هذه هي اغلب المميزات اللي كتكون في البشره الجافه، دغيا كتنشف، دغيا كيبانوا فيها قشور، وكتكون غالبا. ندوزو للبشره رقم 2 اولا البشره الدهنيه. بالنسبه للبشره الدهنيه كتكون باينه وواضحه من بعيد، يعني تقدر تكون شايف واحد الشخص جاي لعندك البشره ديالو كتبان لك بلي دهنيه، حيت كتكون كتلمع فيها بحال اللي مدهونه بالزيت، كتكون كثيره ومعرضه بزاف للحبوب، وكيكون فيها المسام ديالها غالبا واسعه، وكتكون فيها بوتور حبوب، يعني هي دغيا ما كيتكثروا فيها هكا الحبوب والبوتور، باش حيت هي زعما علاش، حيت هي كتكون كتفرز بزاف، كتفرز زيوت، كتفرز الدهون في البشره كامله، يعني على مستوى الوجه كامل، وكيكونوا فيها الرؤوس السوداء بزاف. هذه هي البشره الدهنيه، كيف ما قلت لكم كتبان من بعيد، اون فوا كيكون الشخص جاي كيبان لك الوجه ديالو كيلمع وهو ما داير له حتى شي حاجه. ندوزو لرقم 3 اللي هي البشره العاديه. بطبيعه الحال غتكوني محظوظه الا كانت عندك البشره العاديه اللي كتعتبر البشره المثاليه. علاش؟ حيت الملمس ديالها كيكون رطب، اون فوا كدوزي كتلقى رطب بحال ديال لي بيبي، بحال ديال الوليدات الصغار، ما كيكونوش فيها الرؤوس السوداء نهائيا او لا بنسبه قليله، ما كيكونش فيها حب شباب وما كيكونوش فيها الحبوب، يعني غير الا تحتكت بشي حاجه ولا شي حاجه هكا اثرت فيها اللي كيبان حبه ولا جوج في العام، قليل فين كيبانوا فيها الحبوب. وكتميز بالنضاره ديالها، يعني اون فوا توصل غير وجهها، الناس اللي عندهم البشره العاديه او البشره المثاليه كيف ما معروفه، اون فوا توصل وجهك ما دير له حتى شي حاجه، كيبان وجهه صافي نقي ونضاره، يعني كيلمع ما في حتى شي حاجه وكيلمع، كيعطي واحد يعني واحد البشره مثاليه بحال ديال لي بيبي كيف ما كيسمي. البشره رقم 4 اولا البشره المختلطه. بالنسبه للبشره المختلطه، البشره اللي فيها بزاف ديال المشاكل واللي مولاها كيكون عنده مشاكل كثيره، غير باش يعرف النوع ديال البشره ديالو كيكون عنده مشكل، وعاد باش يتعامل معها حتى هي كتخصها عنايه خاصه.
بالنسبه للبشره المختلطه، هي بشره كتجمع ما بين جوج ديال البشره، ديال الانواع ديال البشره. يعني كتوجد عندك في هذه المنطقه ديال التي، يعني فوق الانف وفوق الحاجبين، هذه المنطقه كتسمى منطقه التي. يعني ممكن تكون عندك هذه البلاصه هذه دهنيه ويكون عندك الخدود، وهذه البلاصه هنايا جافه، يعني هنا كيكون عندك افرازات وزيوت ولي بوان نوار، وهنايا كيكون عندك قشور وكتكون عندك جافه. هذه البشره المختلطه ما بين جافه ودهنيه. وممكن يكون عندك هذه المنطقه دهنيه كتفرز لك الدهون وكتفرز لك هكا افرازات، وهنايا تكون عندك ملمس رطب وما عندكش حب شباب ومزيانه. هذه البشره مختلطه ما بين دهنيه وعاديه، وممكن تكون مختلطه ما بين عاديه وجافه، يعني مختلطه كيكون فيها جوج الانواع ديال البشره وكيكون التعامل معها شويه مختلف، او لا كيكون خاص وصافي. ندوزو للنوع الاخر. دابا غادي ندوزو البشره رقم 5، واللي هي البشره الحساسه. حتى هي البشره الحساسه كيكون عندها عنايه خاصه، غير هي نهار كيف ما قلت لكم كتعرفوا النوع ديال البشره ديالكم كيسهل عليكم التعامل معها. بالنسبه للبشره الحساسه هي اللي كتاثر باي حاجه. البشره الحساسه هي الا غسلتي بصابون فيه الرائحه او لا فيه شي نكهه، مثلا صابون الفريز، صابون ديال الورد، اي صابون فيه شي ريحه او لا شي نكهه، كتولي البشره حمراء وكيبانوا فيها حبيبات، حيت تاثرات. هذه هي البشره الحساسه، كتاثر بلي برودوي اللي ماشي خاصين بالبشره الحساسه، كتاثر بالصابون، بالغسيل، باي حاجه كتاثر، يعني خصها عنايه خاصه. وتعرفوا بلي البشره ديالكم حساسه، باش ملي تمشيو تاخذوا لي برودوي ولا تاخذوا صابون، غتحاولوا تاخذوا صابون عادي، ولا تحاولوا تاخذوا لي برودوي اللي صالحين للبشره ديالكم، النوع ديال البشره ديالكم اذا كانت حساسه ولا جافه ولا دهنيه ولا مختلطه بطبيعه الحال. يعني هذا النوع ديال الفيديو نهضروا عليه من بعد، نحاولوا نحددوا العنايه ديال كل بشره، اولا شنو هما البرودوي اللي نستعملوا لكل بشره. بطبيعه الحال من بعد ما شرحت لكم النوع ديال كل بشره وكيفاش كتبان، يعني اغلبيه فيكم دابا غيكون خدا فكره على النوع ديال البشره ديالو اولا شنو هي البشره ديالو. باش نسهل عليكم اكثر، غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كيديروها بزاف ديال الاخصائيين باش يعرفوا النوع ديال البشره، اولا كيقولوها لك باش ديرها باش تعرف النوع ديال البشره ديالك. بطبيعه الحال اللي عنده امكانيات راه كيمشي لطبيب مختص ديال الجلد، وهو كيحدد له 100% شمن النوع ديال البشره اللي عنده، كياخذ عينات من البشره ديالو وكلشي. ولكن الا بغيتي دير هذه الطريقه في الدار، كتقتصد على راسك وميم طون كتعرفش من النوع ديال البشره اللي عندك. طريقه سهله وبسيطه، الا عندك شي غسول خاص بالبشره ديالك وعارفه كيوالمك ديجا كتغسلي به في الدار، غادي تغسلي وجهك بشكل عادي وغادي تسناي ساعه حتى ساعه ونص. الا ما عندكش حتى شي غسول في الدار ومازال ما عرفتيش النوع ديال البشره ديالك باش تاخدي لها الغسول اللي صالح ليها، غادي تاخدي غير واحد الرشاش او البخاخ وغادي ديري فيه الماء وشويه ديال الملحه، وغادي تغسلي الوجه ديالك عادي بالماء وترشي هذاك البرودوي ديال الماء والملحه او الغسول ديال الماء والملحه، وغادي تسناي من ساعه حتى ساعه ونص، وغادي تغسلي وجهك عادي وتسناي واحد شويه. غادي ديري لي بابيي، واخا يكون حتى بابيي جينيك ولا اي بابيي عندك في الدار، بابيي كلينكس، وغادي تقطعيه وغادي ديري جوج طروفه هنايا كل خد بالطرف ديالو، وديري الطرف هنا والطرف على هذه المنطقه اللي سميتها منطقه تي، اللي كتدار فوق الانف فوق الحاجبين. ملي تحيدوا هذه المنطقه ديال تي، الا لقيتوا فيها زيوت او لا افرازات او لا دهون، عرفوا بلي هذه المنطقه عندكم دهنيه. ولا لقيتوا حتى هاد الخدود هادو فيهم دهون، يعني البشره ديالك دهنيه حيت الوجه ديالك كامل دهني. ولا لقيتي هاد البلاصه بوحديتها اللي فيها افرازات وهنايا ما عندكش افرازات وهنا ما عندكش قشور، اذا البشره ديالك مختلطه ما بين دهني وعادي. ولا لقيتي قشور في شي بلاصه من بعد ما نشف الوجه ديالك بلا ما تمسحوه، بطبيعه الحال ملي غادي تسناو باش ينشف لكم ساعه ولا ساعه ونص، ولقيتو قشور او لا هكا بلاصه ناشفه بزاف وفيها قشور، هذيك راه البشره الجافه. نتمنى ان هذه الطريقه واضحه وباينه. ولا ما لقيتو حتى شي حاجه لا دهون لا جفاف في البشره لا حتى شي حاجه لا رؤوس سوداء، عرفوا بلي هنيئا لكم راه عندكم بشره عاديه او البشره المثاليه. ولهنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون خفيف ظريف عليكم، وضروري تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا النوع ديال البشره ديالكم، وكل واحد فينا خصو يعرف النوع ديال البشره ديالو،
بارطاجيو الفيديو مع ناس اخرين باش يتعرفوا على النوع ديال البشره ديالهم، حيت نقطه مهمه في العنايه بالبشره، سواء كنتي كتعتني بها بوصفات طبيعيه او لا تاخذي لي برودوي ما عند المول ماكياج او لي بارافارماسي او للفارماسيان، خصكم تكونوا ديجا عارفين نوع البشره ديالكم، حيت اون فوا كتمشيو عنده كتقولي اعطيني ايكرون ولا اعطيني كريم ولا اعطيني كريم جوغ كريم دنوي، راه غادي يقول لكم اش من نوع البشره عندكم. خص يكون عندكم هذا الجواب في دماغكم قبل ما تمشيو تاخذوا اي برودوي وقبل ما ديروا اي وصفه، باش تعرفوا المكونات ديال هذاك البرودوي اولا ديال ديك الوصفه، واخا تكون طبيعيه واش كتنشف البشره، وانا عندي بشره دهنيه مزيانه ليا واش كتنشف البشره، وانا عندي بشره جافه لما صالحاش ليا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير، اقتراحاتكم كتهمني حطوها ليا في لي كومونتير، ولا بغيتو نهضروا على كل بشره على حده، نهضروا على الخصائص ديالها، شنو خصنا نتعامل كيفاش خصنا نتعاملوا معها، شنو لي برودوي اللي صالحين لهاد البشره وما صالحينش لهاد البشره، خليوها ليا في لي كومونتير وغادي ندير لكم عليها فيديوهات وحدين اخرين. ما تنساوش تجيو عندي الانستغرام كنخلين لكم دائما هنايا وفي صندوق الوصف، والناس اللي ما مابونينش ضروري تضغط على الزر الاحمر والجرس باش يوصلكم الجديد في اللحظه اللي كنزلوا فيها الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.